مساء الخير، نكمل حصتنا في درس الصين قوة اقتصادية صاعدة، ونتطرق في حصة اليوم للصناعة الصينية. الصناعة الصينية عبر ثلاثة محاور: محور مظاهر الصناعة الصينية، ثم العوامل المفسرة والمساعدة لقوة هذه الصناعة الصينية، ثم المشاكل والتحديات والإكراهات التي تواجه هذه الصناعة الصينية. في البداية يعني تناول الصناعة الصينية، يمكن أن ننظر إلى خريطة الصين. هذه هي الصين، كما تلاحظون وسط البلاد، الجهة الجنوبية، الجهة الغربية، يعني لا شيء سوى سكك الحديد ووسائل النقل، بمعنى أن الجهة الشرقية، يمكن للأخ رضوان أن يركز على هذه الجهة الشرقية، وكذلك الجهة الشرقية الجنوبية، كما تلاحظون هذه الألوان بالأخضر بالأحمر بالأسود. ما معنى هذا؟ هناك تركز للصناعة الصينية بهذه المناطق. نفس الأمر بالنسبة للفلاحة، ونفس الأمر بالنسبة كذلك للحصة الثالثة التي تتعلق بالتجارة. الملاحظ أن هذه المنطقة الشرقية يعني فيها لا كونسنتراسيون أو نوع من التركز لجل هذه التجارات. نبدأ باللون الأخضر، ويمكن الأخ رضوان أن يركز على هذه اللون الأخضر. هناك أربعة مدن: مدينة بكين العاصمة، مدينة شانغ شيون، ومدينة هاربين، ومدينة فوشون، يعني مدن متروبولية أو مدن عملاقة، يعني تحتوي هذه المنطقة الشمالية. وهذه المنطقة الشمالية الشرقية تتركز بها مناطق صناعية قديمة. هذه المناطق الصناعية القديمة من طبيعة الحال كانت هي مهد الصناعة الصينية، ابتداء من سنة 1949 انطلاق الثورة الاشتراكية بالصين مع ماو تسي تونغ، وقبل ذلك بقليل. ثم نلاحظ أنه على الساحل، يعني المحيط الهادي، نرى يعني واجهة منفتحة بهذا اللون الأسود كما ترون. يمكن أن نركز الكاميرا على هذه الألوان، اللون الأسود، يعني خطوط للون الأسود على واجهة المحيط الهادي، يعني من الشرق نحو الجنوب، ابتداء من مدينة شونغاي التي تضم 13 مليون نسمة، ثم مدينة تشانغدونغ، وفي الجنوب كوانغزو. هذه المدن يعني مدن عملاقة باللون الأسود كما تلاحظون، وهي على مقربة من المحيط الهادي، وهي واجهة بحرية منفتحة على الصناعات الخفيفة. بالنسبة كذلك يعني هذه الصناعات تتركز كذلك بهذه المنطقة الوسط الشرقي، وكذلك في منطقة الجنوب باللون الأحمر، وهي مراكز صناعية متعددة الوظائف. المعنى أن هذه المنطقة يعني الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، وكذلك الوسط، هي صناعات متعددة. هذا التنوع، ملي كنقولوا أن الصناعة الصينية متنوعة، يقصد بالتنوع يعني صناعة الصلب والحديد، صناعة السيارات، لأن صناعة السيارات يعني بالصين تحتل المرتبة الأولى ب 29 مليون سيارة في خلال السنة، يعني رقم كبير جدا، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني الرقم الثاني أو تحتل الرتبة الثانية ب 11 مليون، الفرق ديال 16 مليون بين 29 مليون و 11 مليون، يعني صناعة السيارات، ثم صناعة الميكانيكية، وصناعة الإلكترونيات، والصناعات الغذائية. إذا كان هذا هو التنوع، فإن يعني الصناعة الصينية كما الفلاحة وكما التجارة تمتاز بالضخامة. ثلاثة أشياء، يعني تمتاز
بالدخامة. والمقصود بالدخامة يعني ضخامة هذا الإنتاج بحيث يصبح فائضا ويتم تصديره إلى الخارج. نبدأ بالإنتاج العالمي من صناعة الحديد والصلب، والصلب 47% وتحتل الرتبة الأولى، ثم صناعة السيارات 4.6% وتحتل الرتبة الأولى. من طبيعة الحال القطن تحتل على المستوى الفلاحي الرتبة الأولى، وكذلك خيوط القطن الناتج عن هذا عن منتوج الفلاح القطن ب 26% وتحتل الرتبة الأولى. ثم المسألة الخطيرة جدا، ذا جيمز أو اللعب أو صناعة الترفيه أو اللعب، 70% من الإنتاج العالمي. وهنا أقف يعني واحد الوقفة خلال هذا المنتوج نظرا لخطورته ولما يصدر من الصين نحو سواء نحو المغرب أو نحو البلدان الإفريقية أو نحو الدول العربية، يعني رقم خيالي. وكما نعرف أن يعني الدار البيضاء يعني ومحلات الدار البيضاء الكبرى تعج بهذه المنتوجات ديال الألعاب للأطفال وللراشدين وللبالغين في شتى الألوان والتصورات التي يمكن أن تخطر على البال وتحتل بها الصين المرتبة الأولى. ثم كذلك صناعة الأحذية وكذلك الفحم والكهرباء والإسمنت. هذه الضخامة في الإنتاج يعني أنها لها اكتفاء يعني ذاتي، وما تبقى يمكن تصديره نحو الخارج. تكلمنا عن نقطتين يعني في مظاهر القوة، هناك التنوع ثم الضخامة، وتكلمت في البداية عن مسألة التركيز أو الكونسنتراسيون، لماذا مركزة هذه الصناعات نحو المحيط الهادي نظرا لأنها يعني لها علاقات مع اليابان، علاقات مع كوريا الجنوبية، ولها علاقات مع دول رابطة جنوب شرق آسيا، يعني تحيط بها 12 دولة. وكذلك بأن الصين مؤخرا نهجت منذ 2016 يعني ما يسمى بطريق الحرير، طريق الحرير الجديد، وهو على محورين، محور بري يخترق الصين باكستان وإيران وصولا إلى السعودية، ثم طريق بحري من المحيط الهادي عبر سنغافورة وعبر المحيط الهندي وعبر البحر الأحمر وصولا إلى أوروبا. يعني أنها هذا طريق الحرير يعني من المسائل التي تستثمر الصين بمليارات ضخمة ومحاولة لفك الحصار عنها الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحيط به الصين أو تتوغل على الحدود الصينية. لذلك يعني نرى علاقة الصين بسنغافورة يعني جل الاستثمارات الضخمة بسنغافورة أنها استثمارات صينية، وكذلك في هذه الدول دول رابطة شرق آسيا. إذا تكلمنا عن التركيز وعن الضخامة وعن التنوع وعن التوطين، وكذلك عن أنواع الصناعات. يعني الملاحظة الأساسية أن الإنتاج الصيني هو إنتاج عالمي له قدرة كبيرة على التوغل في الأسواق العالمية، ولكن هذا لا يمنع إذا كانت هذه هي مظاهر القوة فإن هناك كذلك عوامل مساعدة لهذه مظاهر الصناعة الصينية. ومن بين هذه يعني العوامل المساعدة أو المفسرة للصناعة الصينية، أولا يعني تكمن في سياسة الدولة يعني انطلاقا من سنة 1949 والتركيز على الصناعة. ثم كذلك مسألة ثانية الانفتاح على الأسواق منذ سنة 1978، الأسواق من طبيعة الحال الأسواق العالمية والتوغل في هذه الأسواق، والبحث عن استثمارات خارجة الصين والبحث عن عملات يعني العملات الصعبة.
على اعتبار ان الصين كملاحظه انها هي التي تمتلك اكبر مخزون للعملات الصعبه. اكرر هذه العباره، ان الصين تمتلك اكبر مخزون للعملات الصعبه. ويعني مساله يعني مرتبطه بالكادر البشري، ان الصين يعني يفوق تعدادها مليار ونصف، وهي سوق استهلاكيه كبرى وقوة استهلاكية كبرى داخل الصين. فما حسبك إذا يعني هذه المنتوجات يعني تروج بشكل كبير داخل الصين. قلت مسألة ديال أن الدولة في مخططاتها ركزت على الصناعة، ثم قوة استهلاكية كبرى وسوق استهلاكية كبرى وأكبر يعني مخزون للاستثمارات، أكبر مخزون للعملات الصعبة. ثم مسألة تنظيمية، أن الصين حاولت أن تنتقل عبر يعني التاريخ، يعني خلال النصف الثاني من القرن العشرين ويعني من خلال بداية الثمانينات، أن تتوغل في أطراف عديدة، أن تتجه إلى تركيز الصناعات الخفيفة، وأن تحدث مجموعة من المراكز الصناعية داخل البلاد. ولا زالت تبحث، يعني كما تشاهدون أنها تتوسع، يعني مخططاتها تسعى إلى التوسع في منطقة الغرب. إذن هذه هي العوامل المساعدة بالإضافة إلى العامل البشري، ويعني نركز على العامل البشري بأنه متعلم يمتاز بمعرفة كبيرة ويمتاز كذلك بخبرات كبيرة جدا مع روح الانضباط. وأصر على هذه الكلمة روح الانضباط، أن هذا الإنسان الصيني يمتاز بروح بروح الانضباط في يعني في القيام به في الأشياء الصناعية داخل المعامل أو خارجها، يعني عمل متقن جيد يعني تنظيمي تمتاز به الصناعة الصينية. إذا كانت هذه هي مظاهر قوة الصناعة الصينية وكذلك يعني العوامل المفسرة لها، فإنها لا تخلو كذلك من مشاكل. أبرز هذه المشاكل أن أولى الدول يعني المصنفة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في التلوث الذي تنتجه هذه المصانع، وقلنا بأن الصين هي الأولى في الإنتاج، يعني تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج العالمي للفحم، ولا زالت العديد من المصانع الصينية تستعمل هذه مادة الفحم، ويعني ما تترك هذه المادة من ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، يعني ويعني أن العديد من من المنظمات العالمية يعني دائما تحذر الصين من مغبة يعني ثاني أكسيد الكربون، وكذلك العديد من السيارات التي يعني تترك يعني هذه المادة التي تؤثر على البيئة. إذن أولى هذه المشاكل هو التلوث، وثاني هذه المشاكل هي المنافسة القوية من لدن دول التلوث، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وكذلك دول جنوب شرق آسيا أو يعني 10 دول بما فيهم كوريا الجنوبية. وهذه الدول يعني دول جنوب شرق آسيا واليابان وكوريا الجنوبية تنتج نفس المواد التي تنتجها الصين. إذن المنافسة الشديدة ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول الاتحاد الأوروبي واليابان، بل مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا. أعيد وأكرر أن هناك مشاكل للتلوث، مشاكل لمشاكل المنافسة الشديدة، وكذلك يعني مشكل الأزمات التي تقع بين الآخر، أزمة 2008 الأزمة الاقتصادية 2008، أو كذلك الأزمة الاقتصادية لسنة 2020 كورونا وما خلفته داخل الصين على المستوى الصناعي، وكذلك تأثير هذه الأزمة على الصين وخارج الصين، وتراجع هذا المد الاقتصادي المهول الذي تحققه الصين، بمعنى أن نسبة النمو الاقتصادي داخل الصين يعني 6%، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية 10%، والفرق بينهم 4 نقاط.
إذن هذه هي المشاكل، يعني مسألة بسيطة جدا يعني في هذا المقرر، يعني مجموعة من الدروس تتشابه بنفس المنوال وبنفس الطريقة. مظاهر القوة نتحدث فيها دائما عن التنوع والضخامة والتركيز والتوطين، وكذلك يعني حتى لا أنسى مشكلة الارتباط ما بين الصناعة والفلاحة والتجارة. وكما تلاحظون أن الصين يعني هذه الواجهة الشرقية من الشمال نحو الجنوب يعني مدن عملاقة على الساحل، ويعني من أكبر هذه الموانئ بطبيعة الحال يعني الميناء ديال شانغاي، يعني وقلت بأن هناك مدينتين داخل شانغاي، المدينة القديمة ثم يعني المدينة الجديدة والمربوطة بأكبر قنطرة على المستوى العالمي، والتي دام إنجازها يعني حوالي 4 سنوات. يعني هذه هي الصين، قوة اقتصادية صاعدة تنافس الدول المتقدمة بما فيهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. نأتي على نهاية هذه الحلقة. من لديه استفسار أو سؤال يمكن أن يتركه في التعليق، ويمكن أن أجيبه عن بعد، يعني أجيبه لاحقا. يعني مسألة بسيطة جدا، أي واحد عنده شي استفسار ولا ما فهمش شي حاجة يمكن أن يترك تعليقا، حتى تكون هذه الفيديوهات تفاعلية يعني، ويمكن أن نصحح الكثير من ما جاء داخل هذا بطرق إبداعية جميلة جدا. أتقدم بالشكر للأخ رضوان الذي دائما يعني يقوم بعمل جيد أثناء التصوير. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، كل التقدير والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.